هشام صالح، إلى حد كبير جرى القضاء عسكريا على داعش، لكن أيضا إلى حد كبير لم يجري القضاء على مسببات داعش، على الفكر الذي يقف وراء داعش. هذا الكلام صحيح، وهذا خطورة الكلام هنا. طبعا الهزيمة العسكرية كان ضروري، والعالم كله اضطر أنه يتحالف حتى يقدر، لكن الآن ابتدأت المعركة الأخرى كما ترى، هي معركة هزيمة تفكيك اللاهوت القرصي الداعشي الذي أدى إلى تولاد الداعش أو القاعدة أو النصرة أو كل هذه الحركات. أنت في كتابك الإسلام والانغلاق اللاهوتي، نعم، تتحدث عن مشكلة عويصة، وهو أن العرب يؤمنون بالحقائق المطلقة، يعني ما عندهم زعزعة لليقين، يعني يعتبروا حقيقة مطلقة. زعزعة هذه كلمة مهمة. الإسلام والانغلاق اللاهوتي هذا صح، هذا يطرح هذه المشكلة بالضبط، لأن هناك يقينيات مطلقة فقهية ولاهوتية تعتبر حقائق معصومة لا تناقش، ممنوع حتى نقاشها. الشيء الذي يحصل بالسنوات القادمة أنها سوف تصبح مدعاة للنقاش وللجدل، وهذه يقينيات مطلقة لاهوتية فقهية. هذا الشيء الذي سوف يحصل في السنوات القادمة في العالم العربي. أنا أتوقع تحصل زعزعات، تحصل زلازل فكري، أكاد أقول زلازل فكري سوف تحصل في العالم، لأن هناك يقينيات حاكمتنا 1000 سنة سوف تنهار. إذا انهارت انهار، يعني نحن نقول كأن انطبقت السماء على الأرض، لأن يقينيات دينية لاهوتية جبارة تسيطر على الوعي الإسلامي على 1.5 مليار شخص. هذه شغلة خطيرة بدأت تحصل في السنوات القادمة، بعد 10 سنين 10 سنين لا أعرف متى، هناك أشياء سوف تحصل. أكاد أقول سوف يحصل وحي جديد، شبه وحي جديد في العالم العربي. لا طبعا لا وحي بعد القرآن ولا نبي بعد محمد خاتم الأنبياء، ولكن أقصد بالوحي الجديد هو الكشف الأعظم. يعني مثلا عندما سيظهر تفسير تاريخي للقرآن، لأنه كل التفاسير جربت على القرآن بعد التفسير التاريخي والفلسفي، هذا ممنوع لحد الآن. بكرة بده يصير، بعد سنة سنتين 10 سنين بده يصير تفسير، سوف يحصل.